لك شو هو. وأتحدث معكم. نحن لسنا ممثلين عن الدولة ولا عن الشعب، ولم نتزعم بأننا ناطقين رسميين عن هذه المؤسسات. الخير لهذه البلاد هو تقوية المؤسسات الجزائرية حتى تكون شرعية حقيقة يعترف بها في الداخل وكذلك في الخارج. نعمل سويا من أجل الوصول إلى بير الأمان. طرحنا رؤية تقوم على اعتبار جمع كل الجزائريين المخلصين الذين لم يتورطوا في الفساد، لم يتورطوا في نهب المال العام، لم يتورطوا في ظلم الجزائريين والتعسف في حقهم، لم يتورطوا في حق وطنهم بالإساءة. كل الجزائريين بدون استثناء نحن نمد أيدينا لهم، وأعتقد أن اللجنة الموقرة كذلك. هدفنا اليوم هو تدعيم مسعى الحوار. كيف يتم تدعيم مسعى الحوار؟ هو الانخراط فيه عن طريق مبادرات، عن طريق اقتراحات على المستوى الجهوي، على المستوى الولائي. فكل هذه الاقتراحات يتم طرحها، يتم مناقشتها من قبل لجنة الوساطة والحوار باختلاف الآراء، باختلاف الأطياف، ولما لا الذهاب أو الاتفاق على أرضية بالإجماع من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية في الأجل المعقولة. الجامعة الجزائرية همشت لعقود من الزمن، لم يكن لها دور في الشأن السياسي، همشها النظام السابق. الأستاذ الجامعي بحكم تخصصه ومهنته المعرفية يمكنه أن يقدم تصورات ومقترحات، كما يمكنه أيضا أن يجري أبحاثا ودراسات مرتبطة بالحراك، وهو الأمر الذي نراه نادرا الحدوث في الجامعة الجزائرية.